بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بننهي تشابتر الجين إكسبريشن. في هاي السكشن اللطيفة راح يكون سكشن قليل صغير جدا، في سكشن 17.5 تحكي عن الميوتيشنز. الميوتيشن يعني طفرة، أوكي؟ وهاي الميوتيشنز هي one of بتكون في واحد او فيو نيوكليوتايد او عرقين من نيوكليوتايد. والشيء الخطير في هاي الميوتيشنز انها ممكن تاثر على البروتين ستراكشر، وبالتالي بتاثر على البروتين فانكشن. ايش هي الميوتيشنز؟ الميوتيشنز هي عباره عن changes في الجينيريك انفورميشن اوف ذا سيل، اذا هي تغير في الماده الوراثيه. اوكي okay. في أنواع كثيرة من الميوتيشنز، راح نأخذ نوع واحد منها بس في هذا الفصل. المساقات المتقدمة بتأخذ أنواع مختلفة. راح نحكي عن point mutation. Point mutation نقطة، أوكي؟ إذن هي just changes in just one nucleotide pair of a gene. هاي إيش اسمها؟ point mutation. إذن هي change في one nucleotide pair of a gene، زوج واحد من nucleotides اللي مقابلين لبعضهم بعض. وهذا التشينج في السنجل نيوكليوتايد في الدي ان اي تمبلت ستراند، تذكروا لما حكينا في الاكسبرشن التشين الترانسكريبشن بيصير للتمبلت ستراند. اوكي، فهذا التشينج في التمبلت ستراند راح يؤدي الى برودكشن اوف ان اب نورمال بروتين، بروتين غير طبيعي. اوكي، طبعا اذا حدث التغير في النون تمبلت ستراند ما راح يكون عليه مشكله، لكن متى بكون مشكله؟ إذا هذا التغير على النون تمبلت ستراند تم توريثه للأبناء. أوكي، لكن طالما هو محصور في خلايا الإنسان نفسه إذا ما في مشكلة. أوكي، الآن هاي الميوتيشنز مثل ما شفنا في الشابترز الماضية they have adverse effects، عندهم آثار ضد الإشي الطبيعي على الفينوتايب of an organism، على الصفات. وهاي الكونديشنز مثل ما حكينا عن السيكل سيل أنيميا لما ذكرنا إنه ناتج عن تغير في سنجل نيوكليوتايد، هذا الميوتنت بيتا جلوبولين. أوكي، تغير في واحد من نيوكليوتايد هون النورمال كان TA. اوكي، وكان عن انكودنج للجلوتاميت او الجلوتاميك اسيد، ولاحظ التغير مش شيء كبير، يعني تي اي صار في سوابينج، تغيرت واحد من التمبلت للنون تمبلت صارت اي تي. اوكي، فالاي اللي على التمبلت شو صارت عندي على المسنجر ار ان اي يو، وبالتالي اعطتني امينو اسيد فالين. اذا هاي بوينت ميوتيشن، اوكي، لكن اثرت على الفينوتايب، الهيموجلوبين بدل ما كان جلوبولر وبيعطيني الشكل ريد بلود سيل بهذا الشكل صار الجلوبولين فايبرس ليفي وبيعطيني هذا الشكل. فهذا التغير، اوكي، هاي الطفره اللي بتكون مسببه لمرض او كونديشن او وضع مرضي، اوكي، وسببه تغير في الماده الوراثيه، ايش حكينا عنه؟ بنسميه جينيريك ديس اوردر، اوكي، او هيريديتري ديزيز، مرض وراثي. اوكي، الآن أنواع الـ small scale mutations اللي هي الـ point mutations، أنواعها ممكن نقسمها إلى نوعين كبار. الأول اللي بيكون في single nucleotide pair substitution. Substitution يعني استبدال، يعني استبدلنا nucleotide مكان nucleotide. أما النوع الآخر فالnucleotide pair بيكون عندي insertion، إدخال nucleotide جديد، أو deletion، حذف نيوكليوتايد. فنطلع على substitutions. في عملية substitution مثل ما حكينا بصير في عندي replacement لone nucleotide and its partner with another pair of nucleotides. إذا لما إحنا نستبدل النيوكليوتايد الأول البارتنر طلع يتغير اللي هي المقابل إله، complementary إله. أوكي، فهاي الميوتيشنز substitution mutations ممكن نقسمها لثلاث أقسام. طيب بناء على شو راح نقسمها؟ راح نقسمها بناء على أثرها على الجينيتك ماتيريال، وبالتالي أثرها على الفينوتايب على البروتين.
فلذلك راح نقسم الميوتيشنز حسب اثرهم لثلاث انواع، اما انها تكون سايلنت ميوتيشن، وسايلنت يعني صامت ما بتعطي اي اثر. اوكي، اذا ايش مالها هاي السايلنت؟ It has no effect on the amino acid produced by the codon. يعني هذا الكودون ما راح يغير اي شيء. تمام، مثال نطلع على هذا الدي ان اي، هذا الدي ان اي، هذا الدي ان اي، هذا الدي ان اي تمبلت ستراند بيعطيني ار ان اي. لك ركزي على هذا الامينو اسيد، في عندي سي سي جي الكومبلمنتري على الار ان اي بيكون جي جي سي وبيعطيني جلايسين. لكن هنا الميوتيشن صار سبستيتيوشن سي سي اي بدل الجي، وبالتالي البارتنر تبعه راح يكون تي، لكن مع ذلك اعطتني جلايسين. ايش هذا اللي سميناه في بدايه الشابتر؟ هذا سميناه ريدندنسي. اوكي، اذا لانه هذا الامينو اسيد جلايسين is encoded by more than one codon، لذلك اذا التغيير هذا لساته صار تغيير لكن من ضمن الكودونز اللي بتعمل انكودنج لنفس الامينو اسيد، فاذا هاي شو راح تكون؟ سايلنت ميوتيشن. اذا شو سبب السايلنت ميوتيشن او ليش مش شو سببها؟ سببها سبستيتيوشن حكينا، لكن ليش ما بتاثر على الامينو اسيد وما بتغيره؟ ليش؟ لانه الكودون it has redundancy في الجينيريك كود، والريدندنسي حكينا اللي هي التغير في النيوكليوتايد الثالث بدون ما يتغير الامينو اسيد. اوكي، لانه الجينيريك كود is redundant more than one amino acid. More than one codon can encode the same amino acid. Okay? طبعا هذا مش لكل الامينو اسيد مثل ما شرحنا في بداية الشابتر. النوع الآخر من الآثار اللي هي المس سنس ميوتيشن. مس انه تمسك، يعني إن ما تصيب الاشي. فالمس سنس ميوتيشن هي it is still coding for amino acid. لكن ايش المشكلة؟ المشكلة it is not the correct amino acid. إن الأمينو أسيد اللي نعمل له كودينج مش نفس الأمينو أسيد، وبالتالي ممكن إنه يغير شكل البروتين وبالتالي يغير الفانكشن. إذن هاي إيش اسمها؟ ميسنس ميتيشن. النوع الأخير من الآثار للميتيشنز بنسميه نونسنس. نونسنس يعني إشي مش منطقي. أوكي، وهذا في بالعادة بيغير الكودون بحيث إنه يصير ستوب كودون، وبالتالي إذا صار عندي stop codon ما راح يكمل translation، وإذا ما كمل translation راح يكون البوليبيبتايد قصير مش مكتمل، وبالتالي هذا راح يعطيني non-functional protein. إذن الآثار mutations ثلاثة: silent ما بتغير على amino acid بسبب redundancy of the genetic code لهذا amino acid. missense لساتها بتعطي encode لamino acid لكنه amino acid الخطأ لانه تغير الكودون. والنونسنس ما بتعطيني امينو اسيد، بالعكس هي بتعطيني ستوب كودون، وبالتالي يتم ايقاف عمل البروتين وبيطلع نون فانكشنال. الان بالنسبه للانسرشن والديليشن، حكينا الانسرشن هي اديشن والديليشن هي لوس اوف النيوكليوتايد ان الجين. هاي الميوتيشنز راح يكون اثرها ديزاسترز، كارثي على البروتين اللي راح ينتج. اوكي، بشكل اكبر بكثير اثرها كارثي عن السبستيتيوشن. مثل ما شفنا السبستيتيوشن غير امينو اسيد واحد، او في بعض الاحيان ما غيره اصلا بسبب الريدندنسي في الكود. طيب ليش هاي الاثر كارثي؟ لانه الانسرشن والديليشن للنيوكليوتايد راح يغير الريدنج فريم. اذا بتذكر لما كنا نحكي عن الريدنج فريم في تشابتر دي ان اي، in the reading frame we read the nucleotides in frames of three nucleotides codon at a time, one codon, one codon, one codon. Okay, وبالتالي هذا reading frame اذا تغير شو بصير بسبب insertion او deletion؟ it will produce a frame shift mutation. ايش يعني frame shift؟ shift ازاحه. Okay, اذا راح يكون عندي frame shift mutation نطلع هون عفوا، في عندي هذا الوايلد تايب، هذا الطبيعي، وطلع عندي على الامينو اسيد هون جلايسين، والكودون هو سي سي جي اعطاني جي جي سي على الار ان اي. لكن هون شو صار عندي؟
nucleotide substitution استبدال. اوكي هذا لساتنا احنا بنحكي عن الاستبدال مثال. اوكي سوري ترتيب السلايد شوي مخربط. هذا لساتنا عن الاستبدال، احنا استبدلنا بدل السي تي، لكن لاحظ السي اجت في بدايه الكودون، واحنا بنحكي حكينا الريدندنسي في اغلب الاحيان بتكون في الكودون في النيوكليوتايد الثالث من الكودون. فلذلك هون الاستبدال السي في تي ادى الى تغيير الكودون كامل، صار تي سي جي اللي راح يعطيني اي جي سي، وهذا انكود فور سيرين اوكي بدل الجلايسين. اذا هذا اثر هون، لكن هل راح ياثر على اللي بعده؟ الجواب لا، لانه سبستيتيوشن. لكن تخيل انه هذا التي دخلناها قبل السي اوكي، فشو راح يصير؟ راح يصير تي سي سي جي اي تي، حتى الكودون اللي بعده فما راح يصير ستوب كودون اوكي اذا كان انسرشن او ديليشن. الان هاي الميوتيشنز ايش سببها؟ سببها ميوتاجين اوكي. اذا سبونتينس ميوتيشن، الميوتيشنز اللي بتصير في جسمنا كان اوكر بسبب ال errors، إما خلال replication، لكن حكينا خلال replication بصير في عندي proofreading للgenetic material، لكن تخيل إنه هاي الميتيشن تعرض إلها جنين وهو في بطن أمه ولساته قاعد بينبنى، وإحنا حكينا في هاي المرحلة بيكون replication سريع جدا وكل خلايا الجسم قاعدة بتعمل replication، فإذا الأم تعرضت لمواد ضارة أكيد راح يأثر على الجنين بقدر أكبر بكثير ما إنه راح يأثر عليها. طيب متى ممكن تكون ميوتيشن أيضا؟ خلال عملية الريكومبينيشن، وأيضا ممكن تكون خلال عملية الريبير. طب إيش الأشياء اللي بتسبب الميوتيشن؟ بنسميها ميوتاجينز. إيش هي الميوتاجينز؟ حكينا عنهم في شابتر سابق إنه they could be physical mutagens أو chemical mutagens okay that cause mutations. الفيزيكال حكينا عنهم، ممكن تكون جاما رايز، إكس رايز، يو في لايت. طيب الكيميكال ايجنت، it could be any harmful chemical، وذكرنا في الشابترز الماضية اللي هي السيجاريت، smoking cigarettes is a chemical agent that can eventually lead to mutations and to lung cancer. فالكيميكال ميوتاجينز هاي بيتقسموا ل different categories حسب أثرهم على ال genetic material. لكن راح نركز على الكارسينوجينز. إيش يعني carcinogens؟ اللي هي cancer causing chemicals. Okay. Most carcinogens are mutagens. And most mutagens are cancerogens. يعني ذلك إذا معظم المواد اللي بتعمل mutation eventually في النهاية راح تؤدي إلى cancer. تكون carcinogenic. Okay. وأيضا معظم الكارسينوجينيك هي أصلا mutagenic. Okay. هيك بنكون خلصنا الميوتيشنز. خلينا نعمل ريفيو سريع لايش هو الجين ونعمل ريفيزيتنج لهذا السؤال. احنا في بدايه الشابتر الماضي اللي لما حكينا عن الدي ان اي، حكينا الدي ان اي الجين كان في هيستوري للجينيتكس والديسكفري اوف جينز، من اول ما حكى مندل انه ذير از ا جين، بعدين اتطور العلم وصار تعرفنا انه الجينيتك ماتيريال از دي ان اي، بعدين عرفنا ان DNA is double helix، وبعدين عرفنا ان DNA بعمل expression. اوكي فكثير من الاتربيوتس لازم نفهمها لما نحكي عن الجين. ايش هو؟ we have considered a gene as واحد، الجين هو discrete unit of inheritance، هي وحدة الوراثة. اثنين، هي region of specific nucleotide sequence in a chromosome، عرفنا هاي النقطة انها هي قطعة من DNA، منطقة في DNA بsequence DNA معينة اوكي موجع الكروموسوم. والثالثه، دي ان اي سيكونس كودز فور ا سبيسيفيك بوليبيبتايد تشين. هاي بدنا نسال فيها شويه، ليش؟ لانه حكينا اكتشاف الرايبوزايمز rendered this theory as obsolete. اكتشاف الرايبوزايمز اللي هي عباره عن ار ان اي، لكن ار ان اي بيشتغل شغل بروتين، فلذلك الدي ان اي سيكونس ذات كودز فور ا سبيسيفيك بوليبيبتايد تشين هاي بدنا نسحبها شويه. ليش؟ لأنه الجين is defined الآن تعريف الحديث a region of DNA that can be expressed to produce إيش؟ طب حكينا إحنا ممكن يعطيني produce a polypeptide وممكن يعطيني RNA molecule both of them
راح نحكي عنهم produce a functional product. إذا ما بنقدر نحصر الجين ونحكي إنه الجين it's a region of DNA that can be expressed to produce a polypeptide ونوقف. هذا الجواب خطأ. Okay. إذا الجين is defined as a region of DNA that can be expressed تم التعبير عنه to produce a final functional product. منتج له وظيفة. وهذا المنتج ممكن يكون polypeptide وممكن يكون RNA. Okay. نستعرض الآن معكم أمثلة على small scale mutations اللي ممكن تأثر على ال mRNA sequence. Okay. وإذا أثرت على mRNA وكان هذا ال mRNA بده يصير ال mRNA راح يصير بروتين وبالتالي راح يأثر على amino acid. وأيضا ممكن تأثر هاي mutations إذا بدها تعطيني مثلا مش mRNA ممكن تعطيني ribosomal RNA ممكن تعمل mutation. Okay. فلذلك نأخذ هاي الأنواع. في عندي دائما فوق هنا في السلايد هاي الوايلد تايب اللي هو DNA template strand والنون template strand والRNA اللي راح ينتج والسيكونس اوف امينو اسيد. الآن في هذه الميتيشن في هذا المثال طلع عندي الكودون الثاني عندي TAC الأول الثاني TTC. طيب TAC طب هاي TTC لا إذا هون كان في T إذا شو صار؟ صار عندي A instead of a T. إذن هذا إيش؟ Substitution. طب ماشي. Substitution. كان هون بيعمل encoding لAAG صار يعمل encoding لUAG. لكن بدل ما يعطيني لايسين صار يعطيني stop codon. وحكينا الميوتيشن اللي بتعطيني stop codon شو راح نسميها؟ Nonsense mutation. ماشي. نشوف المثال الثاني هذا. نفس الوايلد تايب. لكن ركز معي هنا. TAC TTC طيب TAC هون TTC إذا صار في عندي insertion of an extra nucleotide إيش اللي النيوكليوتايد اللي دخلناه A okay. شو صار الكودون بدل ما يكون AAG encoding for lysine صار UAA هذا بعطيني stop codon إذا كل الأمينو أسيدز اللي بعدهم خلاص ما راح يصير لهم translation إذا إيش هاي الميوتيشن أعطتني نونسنس صح؟ لكن عشان أميز النونسنس هاي عن اللي قبلها الناتج عن substitution بدي أحكي له إنه this is a frame shift causing immediate nonsense. إذن it's a frame shift mutation. ليش؟ لأنه عملت shifting للreading frame بدل ما إني أقرأ TTC صرت أقرأ ATC واللي بعده CAA. Okay؟ فإذن هاي frame shift mutation causing immediate nonsense. طيب هاي ركز عندي هنا الكودون الثالث عندي AAA وهذا AA A is missing. إذن هاي إيش mutation deletion صح؟ صار فيها حذف. لكن هذا الحذف شو راح يعمل؟ راح يؤدي مثل ما حكينا إلى frame shift. طيب عمل frame shift mutation بدل ما الكودون يكون UUU على RNA صار UU G وبالتالي بدل ما يكون فينيلالانين صار لوسين واللي بعده بدل ما يكون جلايسين صار الانين اذا هاي الفريم شيفت ميوتيشن حكينا اتس ا كاتاستروفيك ايفنت كاتاستروفيك افكت اثرها كارثي ليش لانه ما بياثر بس على الامينو اسيد هذا على كل الامينو اسيدز اللي بعدهم يعني تخيل فينيلالانين صار غيره والجلايسين صار الانين وحتى الستوب كودون بطل في ستوب كودون يعني راح يضل مكمل ويشبك معه بروتين آخر أو سيكونس أخرى الله أعلم إيش هي تمام إذا هاي deletion mutation كيف بنعبر عنها it's a frame shift mutation causing extensive missense ليش extensive لو missense على هذا لحاله بنقول missense لكن extensive قصده إنه هذا واللي بعده واللي بعده واللي بعده كله راح يتأثر لأنه reading frame تغير بطلنا نقدر نقرأه بهذا الframe UUU أول frame GGC الثاني UAA لا اختلف الreading frame كله للي بعدها طيب نشوف الميوتيشن هاي لكن ركز فيها في هاي الميوتيشن صار في عندي 3 nucleotide pair deletion يعني TTC الثاني it all has been deleted تمام هذا شو راح يعطيني هل بعطيني frame shift هل تغير قراءتي للكودون TAC أو بلاش هنا AUG هاي AUG
الثاني AAG، هذا AAG اللي missing. الثالث UUU، UUU. إذن هل في عندي frame shift هنا؟ No. إذن هاي deletion أو insertion في بعض الأحيان ما رح يعمل لي frame shift. Okay. لكن still أنا هون فقدت أمينو أسيد، بدل ما يكون في عندي هون لايسين راح صار ميثيونين مباشرة فينيلالانين. Okay. إذن هاي mutation هي no frame shift، ما عملت frame shift، لكن عملت one amino acid is missing. وإذا عملنا three nucleotide insertion في mutation أخرى، يعني دخلنا في نفس المكان، ما رح تعمل frame shift، لكن رح تعمل addition لأمينو acid. طبعا فقدان هذا الأمينو acid أو إضافة أمينو acid آخر أكيد رح يأثر على structure of the polypeptide وبالتالي على structure of the protein وبالتالي على function of the protein. Okay. كان هاي الحديث عن الميتيشنز. خلينا نعمل ريفيو سريع للشابتر. في بداية الشابتر في صفحة 393 حكينا عن عملية الترانسكريبشن، إن هي عملية قراءة DNA template strand وصناعة primary transcript منه في بداية عملية الترانسكريبشن. وأيضا حكينا في اليوكاريوت في عندي إشي بنسميه RNA processing في صفحة 395. وهذا RNA processing يضمن ثلاث أشياء، الأولى الـ 5 prime cap، الثانية poly A tail، والثالثة اللي هي intron removal. لاحظ هذا الـ pre-transcript الـ primary transcript أطول من هذا الـ functional messenger RNA. لما يصير modification عليه processing يطلع على الـ cytosol وبيعمل الـ translation. والـ translation في الـ eukaryotes أو الـ بروكاريوتس شبيهة في بعض البعض. ليش؟ لأنها بتصير بالسيتوسول الاثنين والرايبوسومز اللي بيشتغلوا، بالرغم إنه حكينا الرايبوسومز السمول ساب يونت واللارج ساب يونت في اليوكاريوتس والبروكاريوتس الـ RNA sequence، الرايبوسوم الـ RNA sequence في الرايبوسومز مختلفة عن بعضهم البعض. أوكي؟ هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الشابتر. إذا في عندكم أي سؤال رجاءً تطرحوا على الـ e-learning وبرجع لكم بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.